كل الخير من مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. نحييكم، أسعد الله صباحكم. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير يا ترك، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا. صباح الخير على حضراتكم جميعا في بداية هذا اليوم الخاص جدا في تاريخ مصر، اليوم اللي دايما بننتظره في كل عام لكي نشارك القادرين باختلاف في هذه الاحتفالية اللي بتعتبر تقليد سنوي. هذه الاحتفالية هذا العام هي الاحتفالية الخامسة اللي بيتم فيها الاحتفال بذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة القادرون باختلاف. هذه الاحتفالية مثل ما ذكرنا أنه تحولت إلى تقليد سنوي، حرص كامل من القيادة السياسية على المشاركة وتشريف هذه الاحتفالية، ليس فقط بتشريف هذه الاحتفالية ولكن أيضا بإصدار الكثير من القرارات المهمة جدا التي تعمل على حماية حقوق ذوي الهمم، وكذلك أيضا حماية ودعم هذه الحقوق ودعم هذه الفئة الأصيلة من المجتمع المصري، والحرص الدائم على دمج وتمكين هذه الفئة في كل المشروعات القومية وفي كل المبادرات القومية أيضا التي تصدر في الدولة المصرية بتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية والوزارات المختلفة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تعمل معا، وذلك وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية للعمل على دمج وتمكين هذه الفئة الأصيلة المهمة جدا من المجتمع المصري في شتى مناحي الحياة. في عام 2018 بدأت فكرة قادرون باختلاف، لكن بطبيعة الحال هي فكرة التنفيذ، فكرة المبادرة. هذه التسمية وهذا المفهوم أهميته تغيير ثقافة الناس في التعامل مع عنصر مهم جدا من عناصر المجتمع. هؤلاء القادرون من سموا بذوي الهمم لأن هممهم الحقيقة غلبت الكثير من أصحاب الهمم العادية، هم ذوي همم أكبر بكثير. العامل الفيصل اللي تحدثت عنه ريهام هو التطبيق على الأرض، الناس بتبص إزاي، الخدمات التي تقدم. المسألة ليست فقط احتفالية، الاحتفالية هي رمز وتتويج، هي تتويج لعام من العمل على تحسين الحالة وإيقاظ الحقوق وإيقاظ الثقافات المختلفة ودمجهم زي ما تكلمتي، لكن أيضا الوصول إلى الشراكة، أن يكونوا شركاء فاعلين في كل مناحي المجتمع في كل الوظائف. زمان كنا بنتكلم عن وظائف 5%، النهاردة ليس لزمن أن يكون 5%، لكن الحقيقة هناك متميزون وفي الحقيقة إبداعات حصلت خلال السنوات الماضية. خلينا نقول كمان يا تركي استكمالا لكلامك أنه دايما في هذه الاحتفالية ما نجد الكثير من النماذج الملهمة لنا جميعا كمصريين، بالفعل نماذج ملهمة وقصص ملهمة للأبطال في كل المجالات، فنيا رياضيا ثقافيا في كل المجالات بنجد هذه النماذج الملهمة إزاي فعلا بيقدروا أن هم يدونا طاقة إيجابية لا حدود لها، إزاي بيبقى عندهم روح التحدي وكمان بيكون عندهم الإرادة القوية جدا لمواجهة الصعاب بل وإثبات أنفسهم بمنتهى النجاح وبمنتهى التميز والإبداع والتفرد. الحقيقة القادرون باختلاف هم بالفعل قادرون باختلافهم وبتميزهم وبإبداعاتهم وبتفوقهم في مختلف المجالات، وربما الدعم الكامل من كل مؤسسات الدولة بتوجيهات وبتكليفات من القيادة السياسية بشكل متواصل بيعمل على زيادة كل ما يتعلق بالبرامج التأهيلية لتأهيل ذوي الهمم لكي يساهموا بشكل أكثر فاعلية في البناء والتنمية في بناء الجمهورية الجديدة، لكي يتمتع المجتمع المصري بالفعل بكل ما يتسم به من القيم والأخلاقيات الإنسانية النبيلة اللي بتظهر دائما في مختلف هذه المناسبات في مختلف هذه الاحتفاليات بل وفي تطبيق كل ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بمبادرة رفقاء قادرون باختلاف اللي بتساهم في تشجيع كل المواطنين على تقديم كل الدعم والمساهمة في رعاية حقوق ذوي الهمم والقدرات الخاصة القادرون باختلاف، وكذلك أيضا صندوق قادرون باختلاف اللي صدر في عام 2020 وقبلها كان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019. إذن هي إجراءات مهمة جدا
وبيتم تنفيذه على أرض الواقع، وربما من أبرز وأحدث القرارات اللي صدرت موافقة نهائية من مجلس النواب على أن يكون في تعديلات في بعض أحكام القانون الخاص بصندوق قادرون باختلاف، علشان يكون هناك يعني آلية للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع لكل الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على رعاية حقوق ذوي الهمم، هذه الفئة المهمة جدا في المجتمع على جميع الأصعدة، صحيا، تعليميا، حتى في فرص العمل، أن يكون لهم فرص عمل سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، لكي يتوفر لهم بالتأكيد سبل الحياة الكريمة وسبل العيش الكريم. وبيقاس مدى تحضر الأمم والدول الحقيقة بمدى اهتمامهم ورعايتهم لذوي الهمم، أو ما نسميهم أو من نسميهم في مصر قادرون باختلاف. الحقيقة هناك أضلاع أربعة للمسألة. تحدثت عن الصندوق فهو الجانب التمويلي، كذلك الحديث عن التشريعات المناسبة لهم، أيضا الدعم السياسي الذي يقدم في مثل هذا اليوم. تحدثت قلت أنه كان تتويج لعام مضى، لكن هو أيضا رسم لخريطة العمل خلال العام المقبل، ترسم في هذا اليوم وتتخذ الإجراءات خلال العام بناء على ما يتم في هذا اليوم. أما الجزء الرابع والمهم للغاية فهو تغيير الثقافة المجتمعية، هذا هو الضلع الرابع، لأنه في النهاية مسألة الدمج ومسألة الشراكة بتتم بشكل مجتمعي، الناس هم يعني هم المحيطين دائما بذوي الهمم وبالقادرين باختلاف. الثقافة المجتمعية في وسائل المواصلات، في المدارس، في الجامعات، في أماكن العمل، في الشارع، في كل مكان الحقيقة، لأنه هذا جزء لا يتجزأ من المجتمع. وعلينا، وكان الجميل في الموضوع أننا كنا نستنبط مواطن القوة ومواطن العظمة ومواطن الإبداع في كل شخص يعيش على أرض هذا الوطن، حتى وإن كان لديه جزء في مشكلة، لكن لديه أجزاء أخرى يمكن بتعوض كثيرا. ويعني هذه حكمة ربنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. الحقيقة أنه هذه سنة إلهية، وهذا العمل أعتقد أنه عمل مهم للغاية، سواء على المستوى الشرعي أو على المستوى المجتمعي أو على المستوى السياسي والثقافي ومستوى الدولي. ربما تنظيم هذه الاحتفالية بشكل سنوي أو أصبح تقليد سنوي بيرسخ من كل ما يتعلق بقيم وأخلاقيات المسؤولية الاجتماعية والتشاركية اللي أصبحت موجودة بالفعل في المجتمع المصري. عندما عقدت الاحتفالية الأولى كانت بمثابة تنوير للمجتمع المصري بحقوق هذه الفئة المهمة الأصيلة في المجتمع المصري، حقوق ذوي الهمم، أن يكون لدى ذوي الهمم وعي حقيقي بحقوقهم، وكذلك أيضا أن يكون لدى مختلف فئات المجتمع المصري وعي وإدراك حقيقي بحقوق هذه الفئة. الدستور كفل هذه الحقوق ورعاية هذه الحقوق، سواء كانت صحيا، تعليميا، ترفيهيا، ثقافيا، على جميع الأصعدة، وذلك يعني من خلال التأكيد على مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص في كل شيء، سواء في المدارس أو في الجامعات، في أن يكون هناك منح دراسية سواء في الداخل والخارج، أن يكون هناك أيضا فرص للإتاحة. هذا المصطلح الغاية في الأهمية اللي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكرارا على أهمية الإتاحة للحصول على الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة لهذه الفئة المهمة في المجتمع المصري، ذوي الهمم أو القادرون باختلاف، في سواء في المباني أو في المنشآت، أن تكون صالحة للحركة بشكل أيسر، لكي يستطيع أن يتواصلوا مع العالم الخارجي أيضا بشكل أيسر، أيا كانت سبب الإعاقة، سواء كانت حركية أو بصرية. ذو الهمم لديهم من الهمم ومن الإرادة أن يتحدوا كل هذه الصعاب وكل هذه التحديات الصعبة للغاية بالفعل، ومن خلال كل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية يستطيعوا ليس فقط تحدي هذه الصعاب، بل وأن يثبتوا أنفسهم في جميع المجالات. مثلما ذكرنا أيضا من الناحية التعليمية، كذلك أيضا من الناحية الطبية، توجيهات من القيادة السياسية أن يتم توفير كل أوجه الرعاية الطبية في كل مراكز الخدمات الصحية تقدم لهم بشكل كبير جدا، أيضا أن يكون هناك تمويل للأجهزة التعويضية لذوي الهمم، وكذلك أيضا أن يكون لهم فرص في المشروعات السكنية، ووزارة الإسكان بتهدف أيضا إلى
تحقيق ذلك خلال هذه الفترة، والكثير من الإمكانات التي توجه بشكل أساسي من أجل العمل على ضمان حقوق ذوي الهمم بل ودمجهم وتمكينهم في كل مجالات الحياة. والحقيقة فكرة المساواة اللي تحدثتي عنها ليست المساواة هي أن تكون كل الفرص متساوية على كرأس المشط، لكن أن يكون هناك ميزات تفضيلية لهم لكي تتم مسألة المساواة، لكي تتم مسألة العدالة. أعتقد أننا على وشك أن نبدأ يومنا هذا، احتفالية هذا العام في النسخة الخامسة، احتفال مهم ومواقف مؤثرة وموضوعات الحقيقة كل الناس بتحب تشوفها وتهتم. ويوم دايما بيكون سعيد ومبهج جدا. كل سنة طيبة يا ريهام. كل سنة أنت طيب، وكل سنة وكل المصريين طيبين، ودايما بنحتفل بالقادرين. كل سنة وأبنائنا وإخواتنا بكل خير. أول خطوة دايماً بتبقى أصعب خطوة. أنا أقدر فعلاً؟ متوتر؟ مفيش عنوان لحلمك؟ عامل حساب لكل حاجة؟ بتحس إنك لوحدك؟ خايف ما تنجحش؟ لما بتقرب وتهدى بتتأكد إنك مش لوحدك وإن في كتير سبقوك مشوا في طريقهم وحققوا حلمهم. مهما كان التحدي ما تقلقش، انت قدها. الطريق قدامك، كل حلم هتحققه بداية لحلم جديد وأمل لكتير من بعدك. انت اللي بتدينا الأمل، احنا في ظهرك دايما وانت قدها. احنا جاهزين، الدور عليك. قادرون باختلاف.
الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم. تفضلوا استراحة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، صباح الخير والسعادة. للسنة الخامسة مع القادرون باختلاف. أيام في عمر الزمن، لكنها غيرت حياة القادرون باختلاف في مصر. خمس سنين مع بعض، خمس سنين من الإنجازات. نظرة المجتمع اتغيرت وأصبح للقادرون باختلاف مكان مميز في بلدنا بفضل دعم وتوجيهات سيادتك فخامة الرئيس. شرف كبير ليا أن يكون موجودة النهاردة في النسخة الخامسة من القادرون باختلاف. ودلوقتي هنبدأ أول فقراتنا واللي هيقدمها لنا الجميلة أميرة حربي. صباح الخير يا أميرة. صباح الخير. أنا أميرة حربي، عندي 22 سنة من المنيا. حياتي اتغيرت من النسخة الأولى لاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت أنه يبقى عام الإعاقة. كنت موقفة تعليمي، لكن بعد ما شفت النسخة الأولى القادرون باختلاف وإيمان حضرتك بينا ودعمك لينا، أنا رجعت لدراستي وقررت أني مش هستسلم. وحالياً أنا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة. وبسعى اني ابقى سفيره او وزيره في يوم من الايام. وانا فخوره جدا جدا اني واقفه قدام حضرتك يا فخامه الرئيس وقدام الحضور الكريم، وفخوره اني جزء من النسخه الخامسه من احتفاليه قادرون باختلاف اللي فعلا غيرت تاريخ الاعاقه في مصر بدعم حضرتك. ودلوقتي اسمحوا لي نبدا احتفاليتنا بايات من القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. القادرون باختلاف بقى فعلاً ليهم مكان مميز في المجتمع، بس لسه بيحلموا بحاجات جاية كتير، ومتأكدين إنها هتتحقق بدعم ورعاية سيادتك بإذن الله. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم فيلم فيه بعض المشاهد اللي كلها إنسانية وحب للقادرون باختلاف من الحفلات السابقة.
خمس سنين في ظهرنا، خمس سنين بتسندنا وواقف جنبنا، خمس سنين حاسين إننا مش لوحدنا، خمس سنين دعم وحب من القلب. أنا بحب حضرتك يا ريس، أنت حضرتك محترم جدا، ربنا يحفظك من كل سوء. عايز أقول لهم إن فخامتك بتحبهم قوي، ومصر كلها بتحبهم قوي. القدرات ساعات تبقى جوانا وما احناش عارفينها، عايزين كلنا نقف جنبهم، كلنا نحتويهم، ونقول كلنا مع بعض قادرون ولكن باختلاف. انا كل اصحابي في الجامعه بيقولوا لي يا بختك انت اللي الريس جاب لك الكرسي. ده انا اللي بختي اللي جبت الكرسي. انا النهارده ملكت الدنيا كلها. قادرين نحقق حلمنا وعندنا أمل في بكرة. شكراً إنك في ظهرنا وبتحبنا. صباح الخير سيادة الرئيس، سعيد جداً بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وسعيد جداً بوجودي مع قادرون باختلاف. صباح الخير، أنا نانسي حسام من محافظة الغربية، عندي 22 سنة، حاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا. صباح الخير، أنا اسمي أحمد طارق محمد جميل، يعني سني 27 سنة، يعني شغال موظف سيرك المصرية للأسلاك، بس أنا ساعر فنان كوميدي. يا حضرتك فاكرني يا سيادة فنان كوميدي؟ ايوه. انت مش قلت لي ان انت سباح؟ يا حضرتك فاكرني يا سيادة الرئيس اللي انا طلبت في النسخه الثالثه قادرون باختلاف اللي انا العب سباحه في النادي الاهلي، وبقيت سباح في النادي الاهلي. الله، يعني انت فعلا سباح في النادي الاهلي؟ مسبان عليا الفورمه ولا ايه؟ لا باين عليك الفورمه طبعا، بسم الله ما شاء الله، بس لو تنزل معايا الجيم كده عشان فورمتك تبقى زي فورمتي. مش باين عليك فورمه؟ ايه، وانا مش باين عليا فورمه ولا ايه؟ مش باين عليك حاجه خالص. ده رايي يا احمد. ده رايي يا كريم. لا طب خلاص، انا اسف يا احمد، هتخلي نفسي تقدم الفقره اللي جايه بدل ما تبهدلني معاك. احسن برضه. من سنين فاتت، من قبل ما حضرتك والساده الحضور، بقيتوا تنورونا كل سنه، كنا فعلا عايشين في ظلمه، زي ما يكون في سحابة كبيرة مغطية علينا، لكن بوجودك معانا كل سنة مصر كلها بقت معانا. ودلوقتي نقدر نقول إن السحابة دي عدت. هنسمع دلوقتي أغنية سحابة عدت مع الفنان الكبير مدحت صالح والموهوبين من القادرون باختلاف. الشمس طلع النهار، صبح لي علي، حقق لي أملي، نساني تعب الانتظار. الدنيا رجعت تشوف جميلة، تنفعني أحلام الكتار.
خلق أمل وعيش عشانه، الحلم بكرة توصله، واليأس لو يخطر في بالك خلي سعادتك تدلوب. المستحيل مش مستحيل باللي انت ممكن تعمله. اثبت وجودك في الدنيا، فيه ناس محتاجة. كان عندنا هدف أساسي إن كل الناس تبقى جزء فعال في التطور. عشان كده في العشر سنين اللي فاتوا اهتمينا جداً بتمكين القادرون باختلاف. بدأنا بقوانين في الدستور تضمن حقوقهم وتحدد واجبات الدولة ناحيتهم، زي إننا نخصص نسب من الوحدات السكنية والوظائف وحتى الأماكن في المواصلات العامة، وكمان نقدم لهم مساعدات مالية كل شهر. وبعد كده أسسنا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووفرنا لهم مكاتب تأهيل في المحافظات عشان تلبي احتياجاتهم، ودي كانت مجرد بداية دمجهم في التعليم اللي بعدها بقى فيه أكتر من 120 ألف طالب وطالبة في مدارس الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعملنا مركز الطلاب ذوي الإعاقة في 5 جامعات، ووفرنا لهم دعم مالي في 18 جامعة مصرية. بعد كده جه دور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ودي ساعدت في تنفيذ مبادرات وأنشطة علمية على مستوى مصر. وافتتحنا المركز التقني لخدمات متحدي الإعاقة، وده الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا. بس اهتمامنا بيهم ما كانش في القوانين والتعليم وبس. النهاردة بقى في قوانين بتلزم المباني إنها تراعي الكود الهندسي المصري اللي بيضمن سهولة حركتهم. وعشان صحتهم هي أغلى حاجة عندنا، عملنا قوانين بتضمن لهم العلاج والتأهيل سواء الطبي أو النفسي، ووفرنا مراكز صحية ملتزمة بأعلى معايير الجودة. القوانين ما كانتش الطريقة الوحيدة اللي قدرنا بيها ندمجهم، لكن كمان المبادرات الرئاسية. عشان كده في سنين قليلة مصر تم اختيارها ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ده غير إنها قدرت تحفز المبتكرين وشركات البرمجيات إنهم يطوروا برامج وتطبيقات لأصحاب الهمم بالعربي. ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب كان بيضم 9 نواب، منهم 8 منتخبين من ذوي الهمم. وفي وقت قليل قدرنا نعمل لهم خدمات وتسهيلات أكتر، زي صندوق عطاء أو صندوق استثماري خيري مفتوح لدعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وبطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم اللي بتقدم لهم ميزات في كل جوانب الحياة. ووفرنا 216 مكتب تأهيل في المحافظات عشان تساعدهم في أي إجراءات محتاجينها. ولأن مش ناسيين أحلامهم ومواهبهم، بدأنا الملتقى الدولي لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي شهد مشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، واكتمل حصاد الإنجازات
بأكبر عدد من الميداليات الدولية في معظم الألعاب الرياضية لكبرى البطولات البارالمبية. وزي ما فكرنا فيهم فضلوا فاكريننا، لأن مصر ما بتنساش حد، وعشان كده العشر سنين اللي فاتوا كانوا مجرد بداية لرؤية 2030، واللي بيها هنقدر كلنا نبني ونعلي اسم مصر. صباح الخير يا سيادة الرئيس، متشرف جدا بوجودي مع حضرتك، ومتشرف جدا بوجودي مع اخواتي من القادرون باختلاف، وجايب لكم احلى بنتين في مصر. صباح الخير، انا اسمي مس محمود، عندي 9 سنين، من الناجي من الحروب، بطل سباحه ومعايا ميداليات كتيره. بونجورنو، مي كيامو انجي محمد و فنتونو عني، استو ستودياندو على فاكولتا دي الألسون اونيفرسيتا دي مينيا ديبارتمنتو دي. الناس اللي بتسقف ورا، حد فاهم حاجة؟ هو انت مش مصرية زينا يا انجي ولا ايه؟ لا انا مصرية يا شيكو، انت مش بتعرف ايطاليا ولا ايه؟ انا للأسف ما عرفش اي حاجة عن ايطاليا غير البيتزا والمكرونة وهم اللي عملوا فيا كده. طيب خلاص انا هقول لك انا كنت بقول ايه. صباح الخير، انا انجي محمد، عندي 21 سنة، بدرس في كلية الألسن جامعة المنيا قسم اللغة الإيطالية، بس كده هو ده اللي كنت بقوله. ايوه كده الموضوع مفهوم، كملي كده. جراتسي اتشيلنسا بريزيدنت عبد الفتاح السيسي، جراتسي برسو انتريسي السو سوستينيوني نوستري كونفرونتي. وانا كمان بقول لحضرتك جراتسي يا سيادة الرئيس، لأن حضرتك اهتميت ببسمنا من الناجي من الحروب، ركبت الطيارة، وكمان القوات المسلحة، وفرت لها أضراب صناعية. نظرة المجتمع اختلفت للناجي من الحروب. ترجمي بقى اللي انتي قلتيه ده. هو أنا كنت بس اتكلمت ورماس قطعتني، أنا كنت بقول بس شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً لاهتمامك ودعمك لينا. ده أنا اللي بشكركم انتم رماس وإنجي وطبعاً الفنان شيكو، أهلاً وسهلاً. ده أنا اللي بشكركم انتم، اليوم بتاعكم ده والله بيبقى يوم جميل قوي، وبنعيش عليه السنة كلها، بنعيش عليه السنة كلها. ربنا يوفقكم. ودلوقتي مع أغنية ألف شكر اللي هيقدمها لنا مجموعة من الموهوبين من القادرون باختلاف. استمتع بالأغنية. شكرا يا ريس. I'm not afraid.
والآن نرحب بالمهندسة أمل مبدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي فيرتوس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، صباح الخير، صباح ننتظره كل عام وينتظره معنا الملايين من الوطن العربي. فقد أصبح هذا اليوم شمساً للطاقة الإيجابية، للحب، للصدق، تشرق فيتطلع إليها الجميع آملين أن ينالهم نصيباً من دفئها ونورها وبركة اليوم. السادة الحضور، هل تعلمون ما هي أول علامة للحضارة في تاريخ الإنسان؟ إنها الرحمة. مساعدة شخص ما على تجاوز مصاعب الحياة هي نقطة البداية للحضارة، وقد أثبتت مصر إنها بلد الحضارة. ونحن اليوم مع القادرون باختلاف نثبت للعالم إن الرحمة والمسؤولية المجتمعية هي جزء أصيل من معدن الشعب المصري ورئيس الشعب المصري. فلقد فتحنا قلوبنا للعدل وللإنسانية ونقف شامخين بجانب الحق أينما كان. فليشد كل منا من أزر الآخر لنتخطى الأزمات، فلن نيأس ولن نقف، بل سنتعلم من القادرون باختلاف التحدي، المثابرة، التغلب على الظروف والنهوض من جديد. معك سيادة الرئيس نحقق إنجازاً يوماً بعد يوم. فلقد قدمت الكثير والكثير لهذا البلد، ولكن ما قدمته لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة من إنجازات ومكتسبات فسوف يجازيك الله عنه خير الجزاء إن شاء الله. فقد أنصفتهم، خرجت بهم من ظلمات التجاهل والإنكار إلى إثبات وجودهم وحصولهم على حقوقهم. لذا فبالنيابة عن الملايين من القادرون باختلاف وذويهم بقول لسيادتك شكراً. دول زويهم فخامة الرئيس اللي بيقولوا لك شكراً. حملت أمانتنا وأديتها وما زلت تؤديها وما زلنا ننتظر من سيادتكم المديد بإذن الله. للاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية والذي أشرف برئاسته تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة إنجازين مميزين، مش أنا اللي هعلن عنهم، اللي هيعلن عنهم أبطال الاتحاد بأنفسهم في الجزء الثاني من الاحتفالية. وأخيراً الحضور الكريم، أسألكم ونفسي، هل لبلد خرج منها ملايين الملهمين في جميع مجالات الحياة وقال عنها المولى عز وجل في كتابه الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هل لها أن تخشى غداً أو حاضراً أو مستقبلاً؟ لا والله، نحن آمنون إلى يوم يبعثون، هذا وعد الحق ونحن به مؤمنون. تحيا مصر دائماً وأبداً. شكراً. صباح الخير. أنا فخورة وممتنة بوجودي قدام حضرتك يا سيادة الرئيس. أنا رنا رئيس، فنانة مصرية وأفتخر ومبسوطة أن أنا موجودة النهاردة معاكم في حدث إنساني زي ده مصر كلها بتستناه. تفضلي قدمي نفسك يا رقية. صباح الخير، أنا اسمي رقية محمود عبد الله، عندي 10 سنين، مدرسة الزهراء عين شمس، السنة 4 ابتدائي. في ناس بيجوا الدنيا قادرون باختلاف وأكيد ربنا ليه حكمة في ده، وفي ناس تانية بين يوم وليلة بيبتقوا إن هم يلاقوا نفسهم قادرون باختلاف. والحقيقة إن ده زي الناس اللي هم أنا أسفة. والحقيقة إن هم بيصحوا بيلاقوا نفسهم قادرون باختلاف زي إخواتنا اللي في غزة والمحنة اللي هم بيعيشوها. أنا أسفة يا ست الرئيس، أنا توترت، أنا متأسفة. لا ما تتوتريش ولا حاجة، ليه تتوتري؟ مش عارف. لا لا يا بابا، لا لا أنا متأسفة. إزيك رؤية؟
حضرتك؟ الحمد لله كويس. انا سعيد اني بشوفك. وانا كمان سعيد اني كلامك جميل قوي يا رؤي. شكرا. صحيح مش سعد الفنان؟ يا رؤي سعدي حضرتك فيك هيبه. لا لا انا متاسفه. ابدا. اوكي مفيش حاجه. اللي وفقكم ان شاء الله. انت كنت بتتكلمي عن غزة. اهلنا اللي في غزه يعني. طبعا. فالحقيقه ان في لحظه ما بين ليل ونهار بيصحوا يلاقوا نفسهم قادرون باختلاف، ودي محنه صعبه جدا اللي اهلنا بيعدوا فيها في غزه. والحقيقه ان هم فجاه حياتهم واقدارهم بتتغير في ثواني، وهم عمرهم ما كانوا عاملين حساب لده. مصر عمرها ما بتتاخر عن حد يا رنا. اكيد. شاطره يا رؤية. شاطره يا رؤية. مصر قلب الأمة العربية، التاريخ بيقول كده والعالم كله بيقول كده. وعشان كده احنا النهاردة بنتشرف بوجود أهلنا من فلسطين اللي اتصابوا في غزة موجودين معانا هنا في القاعة. وبنقول لهم مصر دايماً فتح دراعاتها لكل أهلنا العرب ولكل الناس عشان ييجوا ويحسوا هنا بأمان. والحمد لله بفضل من ربنا تم شفائهم هنا في مصر على خير. بنقدم لهم تحية كبيرة. ودلوقتي هنشوف فيديو عن غزة وبنقول لهم من قلوبنا بنحبكم وبندعي لكم وربنا معاكم. مش بعيد عن بعض، شايفين وحاسين ببعض، الوجع واحد والقهرة واحدة. من عشرات السنين هنا كان في أحلام، كان في أماني، وكان في حياة. ساعات أبسط أمنية لينا بتبقى إنك ترجع زي ما كنت، ترجع لك أرضك، أو يمكن أبسط إنك تقف على رجلك، أو حتى تتنفس. بس الحياة مش هتقف. الحياة هتكمل طول ما أدينا في إيدين بعض، مش بالكلام، بالأفعال. الأفعال اللي بتخلينا إيد واحدة. نقدر نواجه أي ظرف ونتخطى الأوقات الصعبة كلها. مصر استقبلت آلاف من الحالات من إخواتنا الفلسطينيين المصابين. وهتفضل واقفة جنب إخواتها. في ظهرهم وفي أرضهم. حياتكم غالية علينا ومستحيل نتهاون بيها. أوقات بيحصل لنا حاجات بتخلي حياتنا مختلفة. بس اختلافنا ده عمره ما كان عائق ولا هيكون عائق. بالعكس احنا قادرين نتميز باختلافنا ده طول ما احنا جنب بعض. اجا صاروخ جربت علينا على الارض قصفتنا، والعضلات واللحم كله كان مرمى على الارض،
وكان بيتحرك. أنا اختارت أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان كلمته واحدة. عملنا مناشدة رئيس دولة مصر رئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا الاستجابة كانت في نفس اليوم بفضل الله. أول ما هشيت الأراضي المصرية قلبي ارتاح، حسيت حالي في أمان. انعرضوا علي بلاد تانية ودول تانية ما رضيتش أروح عليهم. لما كنا في غزة يعني الكل كان حاطط يعني نسبة 100% إنه بدها بتر، فكان بيقول لي هو أنا همشي تاني؟ قلت له أنا بوعدك إن أنت هتطلع من هنا تمشي. أحساسي أمشي رجلي. عملوا له أكثر من عملية هنا واهتموا فيه الحمد لله اهتمام جامد. حطوا لي قبلتين حديد في رجلي في الركبة عند الركبة وعند الحلم. بس العملية عملية كانت معقدة، عملية ميكروسكوبية. أخو الكبير راح شهيد، فربنا حب يكافئني إنه عبد الله يصير بخير ويمشي على رجلي. يعني أنت ما كنتش بتتحرك؟ ما كنتش همشي؟ حاسس راح أمشي زي قبل وقادر، راح أرجع على الكورة وراح أسبح وأجري. ركبوا لي شرايح وسامير، عملوا لي عملية برضه في الرقبة، شالوا لي الشظية اللي هنا. أول خطوة خطوتها في الطرف زي الطفل الصغير أول ما بيمشي أول خطوة. أنا كنت حامل ولدوني قالوا لي إنه نازل اسمي في الكشف وبنتك في مصر. بتشكر الرئيس لأنه جاب الأطفال هون وقتنا فيهم وقصروش فيهم. يعني والله في دكاترة ما كانوش يناموا بالمرة. اللي بيحكيه بيعمله، يعني قال بده يدخل مساعدات دخل مساعدات. الرئيس هذا أبونا الرئيس، حبيبنا الرئيس. غزة بلد غزة. غزة بلدنا. لو بس مش محتلة يعني كان جنة. غزة جنة. مصر هي وغزة شعب واحد، إخواتنا بلدنا مصر. ناوي على إيه؟ نرجع بلدنا تاني نعمر بلادنا ونرجعها تاني وأحلى من قبل إن شاء الله. والله العظيم فخور بيك. وفي الآخر هنعمل كده. ظهري ليكوا في كل حاجة، ده اللي بينا يخلي مصر عشانكوا تعمل ألف حاجة. فترة تعدي وهتخلص وانتوا قد المسؤولية، ده انتوا قوتكوا إيمانكوا هيقدروا على الدنيا دي. يا ما بنقابل كتير يا ما بيمر في حياتنا وتلاقينا رجعنا تاني في نفس قوتنا وثباتنا. يلا نصبر بس حبة، هي عايزة نفس طويل، بكرة شمس الدنيا تطلع دي الحياة مش بسيط. فترة تعدي وهتخلص وانتوا قد المسؤولية، ده انتوا قوتكوا ايمانكوا هيقدروا على الدنيا دي. يا ما بنعمل كتير يا ما بنمر في حياتنا وتلاقينا رام الله يا
في عكا والقدس خليل وغزة وفي حيفا ليا ذكرى وفي نابلس ألف قصة أنا وجعك فيا علم حسيت أوجع بدالي خسران اللي بنقدم لكم البطل الفلسطيني عبد الله. عامل ايه يا عبد الله؟ الحمد لله. الحمد لله. احسن دلوقتي؟ الحمد لله كتير احسن. الحمد لله. طب احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل كنا في تل الهوى، اليهود اتصلوا علينا ونزحنا عن صراط، وفي مدرسه الوكاله قعدنا اجتمعنا انا واخوتي واولاد عمي وقرايبي واصحابي، قعدنا نعمل اكل على النار، شعلنا النار، فش بعد شويه الصاروخ كسفنا بسرعة، وكل ماتوا استشهدوا ما عدا أنا ضنيتني، بدي أقف أروح أشرد ما قدرتش وقعت على الأرض، ورجلي كان بدها تنبتر وأنا قاعد، العضلات والعظم كله كان مرمي على الأرض، كان طرشق الأرض مفتفت، مسكت رجلي هيك عشان ما تفلتش مني، ما تنبترش تنقطعش. أسحب رحت صح أخويا نشرد أنا وياه، لقيته مستشهد، وجت الهواية هي في راسه، أخذت دمه وحطته في إيدي وبعدين أغمى علي. فيش تاني يوم بلقى بطني كله غرز وعمل فيه عملية، ورجلي عمل عملية فيها وحطت أبلتين، والدكاترة في المستشفى بيقول له يا أبويا أنا رجلي بدها تنبتر كل المستشفى بتقول لأبويا رجلي بدها تنبتر. أمي قالتهم لا تبتروش رجله، أعطوه فرصة عشان إيش يضل رجله، وقبل ما تطلع لنا محاولة على مصر يا على الأبلات تانية. طب طب أنت دلوقتي حاسس إن أنت أحسن؟ ولا لسه موجوع؟ لا أحسن كتير. أحسن. طب قول لي عبد الله، أنت إن شاء الله كده لما تبقى أحسن كده وتبقى أحسن من الأول كمان، ناوي تعمل إيه؟ ناوي أرجع غزة أرض تاني. بس المرة دي أنا اللي هاجي أزورك في فلسطين. هفتح لي كل أبواب فلسطين كلها. طب أنت قول لي نفسك في إيه تاني؟ نفسي قول لي كل اللي أنت نفسك فيه. نفسي أحضن الرئيس وأبوسه. اهلا بك يا عبد الله، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت وكل كل اللي اتصاب وكل اتاذى يعني، والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت لسه صغير والدنيا لسه قدامك، وهتشوف كتير، هتشوف كتير حلو ان شاء الله، هتشوف كتير حلو. ودايما في حياه الناس والشعوب ايام بتبقى صعبه، لو الناس صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت وقبل ده كله يعني اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وصدقت ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على الدعم وعلى النصر، قادر، ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك أسلم عليك. وتعودي تاني شابة وعد الحر ديك، نزرع نحصد محبة وتعيش في أعلى قبة، وبقية يا فلسطين وبقية يا فلسطين. أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد، هتزور الغربة بكرة.
الحدا انا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد هتزول الغمه بكره وهنخلع السواد في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا ونهايه الحدا ونهايه الحدا نشكر حضرتك يا رئيس. شكرا. شكرا عبد الله. سلام. صباح الخير، انا اسمي روضة ولي، عمري 9 سنين، سنة 4 ابتدائي في مدرسة نجيب محفوظ. جدتي دايما تقولي ان الشعب المصري ده اجدع شعب في العالم، رجالة وستات جدعان ليهم معدن مش موجود الا عندنا، معدن اغلى من الذهب واقيا من الماس. بصوا انا موهبتي القوى الشعب، وعاوز حضرتك يا رئيس بعد ما تسمعوا تقول لي رايك في الكاي، بس بصراحه وما تجاملنيش يعني، ممكن؟ صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان. اعرفكم بنفسي واقول لحضراتكم انا انسان، يجوز عندي اختلاف لكن من قالوا ان شخص ضعيف، مدام عايش فلي كيان، مدام عايش فلي كيان. مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة، مولود بقدرة ربنا اللي خلقني انسان مش أداة. انا عندي قلب جميل قوي وعندي حلم جميل قوي، ومعايا رب الكون سند ويا بخت من ربه معاه. المستحيل المستحيل مش مستحيل، المستحيل ممكن يكون، بس انتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم العيون، علشان انا ما يهمنيش غير اني بس اكبر وعيش، ولكل واحد شافنا عاجز انكم لا تعلمون. اصل الحياه دي اختبار من ربنا، وانا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان. انا عارف ان انا اتخلقت عشان هدف، وانا هنا هو بسعى اجيب الامتياز في الامتحان. كل اللي نفسي احققه اللي انتوا بس تصدقوا ان الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان. محدش فينا عمره اختار ملامح شكله من بره، خلقنا ربنا بايديه وسوانا، لكن احنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا. فلو عاوزين تحاسبونا حاسبونا، حاسبونا على قلوبنا، ولو امكن تاخذونا على اللي ما كانش باوان. يا ريت تشوفوني زيهم، يا ريت كل البشر هي انا. بشكرها من قلبي عشان زرعت امل فيا. بحبك يا ابو قلب اصيل، ياللي شايلاني بالصبر طويل وعلمتيني اني جميل وهونتيها في علي. بشكر كل ام وكل اب وكل شخص جميل كان سبب في سعادة القلوب الجميلة دي.
عايزاني أقول رأيي يا روضة؟ روضة. نعم. عايزاني أقول رأيي؟ آه. طب أنا عايزك عشان هي جميلة قوي ومعناها جميل قوي ولقائك كمان زودها جمال، إنك تقوليها تاني تسمعينا. تسمعينا وتعلمينا. تسمعينا وتعلمينا. قولي تاني بعد إذنك. يعني صباح الفل على بلد، صباح الفل على بلد وعلى عالم وكل مكان. أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان، يجوز عندي اختلاف لكن من قالوا إن شخص ضعيف. مدام بحلم فأنا موجود، مدام عايش فلي كيان. مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة. مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنسان مش أداة. أنا عندي قلب جميل قوي وعندي حلم جميل قوي، ومعايا رب الكون سند ويا بخت من ربه. معايا المستحيل، المستحيل مش مستحيل، المستحيل ممكن يكون. بس انتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم العيون، علشان انا ما يهمنيش غير اني بس اكبر واعيش ولكل واحد شافني عاجز انكم لا تعلمون. اصل الحياه دي اختبار من ربنا، وانا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان. انا عارف ان انا اتخلقت عشان هدف، وانا هنا اهو بسعى اجيب الامتياز بالامتحان. كل اللي نفسي احققه اللي انتوا بس تصدقوا ان الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان. محدش فينا عمره اختار ملامح شكله من بره، خلقنا ربنا بايديه وسوانا، لكن احنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا. فلو عاوزين تحاسبونا حاسبونا، حاسبونا على قلوبنا، ولو امكن تاخذونا على اللي ما كانش باوانا. يا ريت تشوفوني زيهم، يا ريت كل البشر هي. انا بشكرها من قلبي عشان زرعت امل فيا. بحبك يا ام قلب اصيل، ياللي شايلاني بصبر طويل وعلمتيني اني جميل وهونتيها في عليا. بشكر كل ام وكل اب وكل شخص جميل كان سبب في سعاده القلوب الجميله دي. طب انا هطلب منك طلبين يا يا روضه. الطلب الاولاني انك تسمحي لي ان انا اتشرف واجي اتسلم عليكي، و تسمحي لي كده؟ اه طبعا. طب الطلب الثاني بقى، ماشي، ان يوم القيامه تقولي له هاتوا معانا. مش بتقولي ان سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا بايدينا؟ صحيح، هو اللي خلقنا بايديه. وانت قعدت تقولي انا جميله وكمان هو جميل، ربنا جميل قوي يا روضه. عشان كده يوم القيامه انت هتعهديني قدام الدنيا كلها تقولي له هاتوا معانا. هتقولي له ايه؟ يا رب هاتوا معانا. ممكن؟ ممكن.
ولا بتعرف يعني غلاوتك؟ ده انت غلاوتك قد الدنيا وكل حلاوت الدنيا حلاوتك يا عم سلامتك. ولا بتعرف يعني غلاوتك؟ ده انت غلاوتك قد الدنيا وكل حلاوت كريم. أنا مايان السيد فنانة مصرية. صباح الفل. أنا لميس إسلام، عندي 17 سنة، تانية ثانوي من بورسعيد. ممثلة مسرح وبلقي شعر ومصممة موشن جرافيكس. صباح الخير. أنا أحمى خالد، عندي 18 سنة، كلية آداب جامعة عين الشمس. بعتبر نفسي محظوظة جدا إني قدمت دور بنوتة اسمها خديجة. خديجة كان عندها اضطراب طفل توحد، ودي كانت أول مرة أعرف معلومات كتيرة عن طفل توحد. وبسبب الدور ده قربت أكتر من القادرون باختلاف، وعرفت إنهم جمال قوي وقلبهم أبيض زي الملايكة. النهاردة بتشرف بتقديم عرض مبهر، النوع ده من الاستعراض لما شفته على الانترنت بيقدموه راقصين أجانب محترفين وحقق انتشار واسع، عمري ما تخيلت اني اشوفه في مصر، واللي بيقدموه قادرون باختلاف. لا وكمان عندهم تحديات مختلفة، تحدي اعاقات ذهنية وسمعية وحركية. احنا شاطرين قوي، ومفيش حاجة تقدر تقف قدام ارادتنا، الارادة بتعمل المستحيل. صح يا لميس، زي ما هتشوفوا في الاستعراض دلوقتي، بالتدريب وبالعمل كل حاجة ممكنة، نشتغل وهنعمل المعجزات. أنا هطلب من السادة الحضور بعد ما تتفرجوا على العرض وحابين تحيوا أبطاله تعملوا كده، ولو عايزين تعبروا لهم عن حبكم اعملوا كده. دلوقتي مع استعراض قد الحياة، ودلوقتي مع استعراض قد الحياة. بحاول ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش، والفرصة بتيجي باخدها وما بتنساش. أنا بشطب وأنا بتهد وبقع واقف وقت الجد، والخطة اللي باخدها تخليني أشد.
أنا عايزة أقول لحضراتكم إن كل الموهوبين اللي شاركوا في التابلو الفني الرائع ده كلهم من أصحاب إما الإعاقة الحركية أو السمعية أو الذهنية، ولكن موهوبين قادرون باختلاف. والآن نستأذن حضرتك في استراحة قصيرة، نرجع من بعدها ونستكمل الجزء الثاني من الاحتفالية الخاصة بقادرون باختلاف النسخة الخامسة. أول خطوة دايماً بتبقى أصعب خطوة. أنا أقدر فعلاً؟ متوتر؟ مفيش عنوان لحلمك؟ عامل حساب لكل حاجة؟ بتحس إنك لوحدك؟ خايف ما تنجحش؟ لما بتقرب وتهدى بتتأكد إنك مش لوحدك وإن في كتير سبقوك مشوا في طريقهم وحققوا حلمهم. مهما كان التحدي ما تقلقش، انت قدها. الطريق قدامك، كل حلم هتحققه بداية لحلم جديد وأمل لكتير من بعدك. انت اللي بتدينا الأمل، احنا في ظهرك دايما وانت قدها. احنا جاهزين، الدور عليك. قادرون باختلاف. رئيس الجمهورية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بكم في الجزء الثاني من احتفالية القادرون باختلاف في النسخة الخامسة. مصر بلد غنية بشعبها، بموهوبيها وملهميها، وده اللي هنشوفه دلوقتي في فيديو عن ملهمين من القادرون باختلاف. في أبطال كتير في حياتنا، يمكن مش كلنا شايفينهم، وكل يوم في بطل جديد بيتولد عنده حلم، عنده هدف، عنده إرادة، ملهم لكل اللي حواليه. أول مرة جربت ركبت حصان كنت خايفة جدا، مرعوبة، خايفة منه بس مبسوطة في نفس الوقت. طبعا ساعتها ما كنتش اتخيل ان انا هوصل للي وصلت له دلوقتي، ان انا اول كفيفه في مصر والوطن العربي متسجله في الاتحاد المصري الفروسيه وبقفز حواجز. يعني الواحد بيبقى فعلا محتاج فرصه. الشخص العادي النورمال هيرسم بايده. انا لما اشوفه بيرسم بايده وانا بحب ارسم اقول انا مش عارف ارسم زيه بايدي، لا انا الاقي طريقه مميزه ليا وارسم ببقي. فأنا كده قدرت إن أنا أرسم بس بطريقة مختلفة عن الناس كلها. مش مجرد إن أنا قعدت على كرسي متحرك خلاص كده حياتي انتهت. نزلت أول مرة في حياتي المية وأنا مش بتحرك أصلاً.
بس كنتش اتخيل ان انا ابقى سباح وادخل بطولات محليه في الجمهوريه واوصل ان انا ابقى لاعب منتخب وان انا عبد المنش. ما كنتش متخيل خالص ان انا ممكن اوصل لحاجه زي كده. كان ليا كل الشرف ان انا اغني في شمال سيناء. بفضل الله اتصبت اخر مره في رجلي الاثنين. بس الرجل العسكري مفيش حاجه عنده ان هو اسمه يفقد الامل، زي ما انت كنت بطل ورفعت العلم في الحرب وبعد كده ربنا يكرمك وترفعه في الاولمبياد. في كلمه موجوده في المركز الاولمبي في سله رفع الاثقال بتقول ايه؟ لم تسعى اليها لن تاتي اليك. انا مريت في حياتي بحاجات كتير قوي، وكنت ظابط وبطل، بعد كده وصلت ان انا حصل لي الشلل الرباعي، مش عارف حياتي هتستمر ازاي، لان انا كنت شايف ولادي بيبصوا لي زمان ان انا بطل، كنت عاوز دايما افضل في نظرهم افضل بطل. من هنا حصل نقطه تحول كبيره جدا في حياتي، وقدرت احقق في موسوعة جينيس الارقام القياسيه اول مريض شلل رباعي في العالم يختص لمده 6 ساعات تحت الميه. اترفضت في كل المدارس وقالوا عشان حالتي فادخل مدارس تنميه فكريه، لكن انا اتحديت واصريت واسرتي دعمتني وتفوقت، وكنت متفوقه طول سنين دراستي، وطلعت من الاوائل على الجمهوريه في الثانويه العامه جبت 99%. الاول ما تأت في الجامعه عندي انا كنت لسه طالب وبخلص خلاص اخر سنه رابعه، انا بقيت معيد معايا بقيت معيد عشان انا شاطر وانا بجتهد وبخش محاضرات وبحضر ماجستير. ما اعتبرتهاش عجز، يعني اعتبرتها تحدي. عندي حاجه مش كامله بس عوضتها عن حاجات تانية كتير، عوضتها عن سعي اراده حولتها لنجاح. سر نجاحي ان مفيش مستحيل، واحنا نقدر نعمل كل حاجه، احنا لينا مكان ولينا صوت، وانا فخوره ان الصوت قدرهم باختلاف. ابطال طموحهم كبير واحلامهم حدودها السماء، فخورين بمشوارهم وباصرارهم على النجاح. أنا صفاء طه اللي شفتوها في الفيديو، عندي 20 سنة وفي كلية إعلام جامعة القاهرة، وناوية أتخصص قسم إذاعة وتلفزيون. عايزة أشكر كل أصحابي اللي معايا في الفيديو وأقول لهم إن أنا فخورة قوي بيهم، وحابة أقول لكم إن مصر مليانة قادرون باختلاف زينا وأنجح كمان. المصريين شعب عظيم، لما القادرون باختلاف في بلدنا يقدروا يعملوا كل اللي انتوا شفتوه ده، يبقى أكيد ده شعب يقدر يعمل المعجزات. معجزة مصر شعبها. وبأكد لكم معجزة مصر شعبها، وانتوا معجزة مصر، وحضرتك معجزة مصر. ده انا سعيد بيك يا صفاء والله. شكرا لحضرتك. امال ايه يا حبيبتي، ما شاء الله عليك، ربنا يخليك، منوره الدنيا، ربنا يخليك، والله منوره الدنيا. صحيح، شكرا لحضرتك، متشكر ان انت جيتي تنورينا وتسعدينا وتفرحينا. يعني كنت هقول الكلام ده على فوق، يعني احنا في عالم عدم اليقين، الظن، ما بنشوفش كل حاجة، لكن هيجي يوم نشوف كل حاجة. اليوم ده هتبقوا انتوا في السماء واحنا ماشيين على الارض قاعدين نبص عليكم ونقول لكم يعني ممكن فوعد سبونا. اوعى تسيبونا،
شكرا 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 شكرا. سعيد بيك يا صفاء ورسمك الجميل. ارسمي لي حاجه ليا بقى، حاجه ليا كده تكتبي تكتبي اسمك فيها بقى متشرف بيها يعني. سعيد ليا انا. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا لحضرتك، شكرا لفخامة الدرجة. ده انا اللي متشكر، ده انا اللي متشكر. شكرا. في لحظات بتتمنى انها ما تنتهيش، بتتمنى ان الوقت يقف من كتر ما هي دافيه. كل اللي بتحبهم جنبك، لكن مش دايما كل اللي بنتمناه بيحصل، وممكن في لحظه تلاقي نفسك لوحدك، وحده مؤلمه وقاسيه، وبتفضل تفكر انك نفسك الزمان يرجع بيك. خايفه من بكره، خايفه في يوم من الايام يعني ما تلاقينش جنبيها، يعني ايه اللي هيحصل؟ والله على قد تعبنا مع الولاد الحمد لله واحنا مطمنين عليهم، بس بعد عمر طويل بيحصل بقى، بتواجه كتير منهم مشكله ان نطمن عليهم، ان حد يرعاهم زي ما احنا كنا بنرعاهم. خلق الكون مقدره ومسيطر عليه سيطره فوق تصورنا كلنا، مهيمن على ملكه، وكل خطوه فيه، كل نفس محسوب ومقدر، والدنيا ماشيه بقالها الاف السنين بكل حاجه، لا ده خلص ولا ده راح، لا ده خلص ولا ده راح. هو موجود، ده مش معناه ان الدوله ملهاش دور. مصر ما بتسيبش ولادها ابدا. هنشيل معاك الحمل ونشاركك الحلم، هنحسسك بالونس والعزوة بدفى اللمة، هنعلمك، هنبني معاك مستقبلك، هناخد بالنا من صحتك. عاوز أقول له أنا بشكرك جداً عشان أنت بتعمل لنا حاجات نفعية، وهو خلى الناس تقدرنا وتحترمنا أكتر، وبقت معاملتها معانا زي القمر. أنا بحبه جداً. البلد كلها وأولهم الرئيس بيطمنوك إنك عمرك ما هتبقى لوحدك. احنا نكون
next for Kadena Cox. She's set her sights on Tokyo. And she'll do it again. انتوا وصلتوا. وصلتوا عشان ايمانكم بنفسكم وايماننا بيكم. ولما نحكي عن رحلتكم هنحكي قد ايه ما كانتش سهله. والنهارده هتقفوا قدام العالم كله وتشرفوا مصر. 53 بطل دلوقتي في طريقهم لباريس عشان يمثلوا مصر في بطوله العالم للقادرين باختلاف في 9 رياضات عالميه. ولسه في اكتر ممكن يتاهلوا. الأبطال دول هم وجهة مصر اللي بنتشرف بيهم وبندعمهم من كل مكان في العالم. النهاردة العالم بيستقبل أبطال مصر، والمفاجأة هي أن مصر هي اللي هتستضيف أبطال العالم في دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية في 2027. مصر بتدعم أبطالها وبتدعم الاختلاف في العالم كله، لأن مصر هي أقدم دولة تتحدى الظروف على مدى التاريخ وتكسر كل كلمة مستحيل. صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير على حضرتك، مبسوط قوي ان انا موجود قدام حضرتك النهاردة. صباح الخير على كل السادة الحضور. صباح الفل. أنا هاني حتحوت، إعلامي رياضي. صباح الخير سيادة الرئيس. أنا اسمي فريدة محمد صلاح، عام 66 وفي سنة أولى. صباح الفل يا ريس. أنا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنة، متحدي إعاقة ذهنية، حاصل على بكالوريوس نصف معلومات إدارية، وحلمي أبقى محلل كروي لأن أنا بحب كرة القدم. بيحب كرة القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل. يلا شوف إيه النظام في قصة المحلل الكروي ده. اتفضل. إيرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون. في كاس رابطة الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينغهام. جود بيلينغهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. طيب احنا في 2024 عندنا ارتباطات رياضيه كتيره قوي ما بين انديه ومنتخبات. ايه اكتر احداث انت مستنيها الفتره اللي جايه وايه توقعاتك ليها؟ مستني الاشنطه الدوليه بتاعت منتخب مصر مع الكابتن العميد حسام حسن. يا سلام، ده العميد اهو، العميد ورانا اهو، الكابتن حسام حسن. ايه رايك في اختياره كمدير فني للمنتخب وتوقعاتك وايه اللي نفسك فيه من العميد؟ العميد كان حلم ابويا الله يرحمه ان هو كان يمسك منتخب مصر. الله. لان حسام حسن لكل اسطوره تاريخ، ولكل تاريخ اسطوره، والكابتن حسام حسن هداف تاريخ المنتخب مصر كلام، وعنده روح وعنده حماس وعارف يعني ايه كلمه منتخب مصر. الله، كلاعب وكمدرب. ربنا يوفقك يا عميد، وان شاء الله هياخد امم افريقيا وهينافس على كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب طيب احنا عندنا كمان ارتباطات تانية على مستوى الأندية، ايه اللي انت مستنيه الأيام اللي جاية دي؟ مستني مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. صح 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 صح، ماتش جامد قوي ده. هيتلعب فين الماتش ده؟ في السعودية. في السعودية. انت أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي، الزملكاوية بيسقفوا أكيد. طيب خلينا أسألك بمناسبة الزمالك، ايه نفسك في الزمالك يحصل؟ الزمالك فك القيد، حل شويه مشاكل، نفسك في ايه في الزمالك الفتره اللي جايه؟ نفسي صفقات اكتر، نحسن شكل الفريق. اتنين، عايزين مهاجم هجام. تمام. زي عمرو زكي وعبد الحليم علي وجمال حمزه الكريسة في النادي الزمالك. عايزين مهاجم هجام للزمالك، ده اللي عايزه عبد الرحمن. طيب نفسك في ايه تاني للزمالك؟ على فكره الكابتن حسين لبيب اهو ورانا، رئيس نادي الزمالك. نفسك في ايه بقى تاني؟ نفسي اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، ممكن
نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته من صغري واتربيت على الحب، مدرسه الفن والهندسه الله. نادي الزمالك. الله. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ قول تاني. بتطلب ايه تاني؟ نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته. عضويه؟ اه. طب ده يعني العضويه كلها موجوده ورا مننا اهي. يعني مش انا حتى اللي مش هجاوبك الطلب ده يا عبد الرحمن. ده الدنيا كلها ورا مننا هنا قاعده معانا. هتدوا له الادويه ولا ايه؟ اهو اتفضل. بكره الساعه 3 فخامه السيد الرئيس. بكره الساعه 3 ان شاء الله نتشرف بوجود البطل وهيبقى معايا كرنيه العضويه الخاص بيه. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. نفسي اطلع في استعدادات. طب قبل ما انسى عبد الرحمن، نعم، انت متوقع البطوله بتاعت النهائي دي بين الاهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟ مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ لا. انت شايف ايه؟ الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك بالصفقات الجديده. مش ما تنسى واخد العضويه بقى عبد الرحمن. لا لا طيب ان شاء الله. نفسي اطلع في استديوهات تحليليه على طول مع الكباتن في الاستديوهات التحليليه لمباريات كره القدم في الدوري المصري. ربنا يكرمك. طب استأذنك يا ريس يطلع معايا النهارده بالليل في البرنامج. طبعا طبعا نتشرف ونحلل مع بعض ماتش الاهلي والزمالك. ليا الشرف. تنورني وتشرفني يا عبد الرحمن. فريده ما اتكلمتش ليه فريده؟ نعم فريده ما اتكلمتش ليه؟ نروح بقى لفريده القمر. فريده، عبد الرحمن طلع محلل كروي كبير قوي. انت بقى بتحبي ايه؟ انا بحب السباحه والتمثيل والالوان. بحب الالوان. يا عسل. عايزه تقولي ايه لسياده الرئيس؟ عايزه اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس. ممكن؟ تحت امرك. أنا وأصحابي عايزين نروح نشوف الحاجات الجميلة اللي في العاصمة الإدارية اللي بنشوفها في التلفزيون. ممكن؟ ممكن جدا. ده الدكتور مصطفى نفسه إن أنتوا تروح، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طبعا دي أنتوا هتنوروا الدنيا والبركة كلها هتحصل بزيارتكم ليها إن شاء الله. لأن ننظم رحلات مش بس من القاهرة، من كل محافظات مصر للعاصمة. ايه تاني يا فريد؟ ايه تاني؟ شكرا ست رئيس. ده انا اللي بشكر يا حبيبتي. حبيبتي شكرا عبد الرحمن. مبروك العدو يا عبد الرحمن. الله يبارك في حضرتك. خلي بالك مني. خلي بالك مني. حاضر يا ريس. خد دماغك يا ريس. طيب حدث كبير زي اللي احنا فيه النهارده هو ميزته مش بس إنسانية، هو ميزته كمان تشجيعية، بدليل أنه السنة اللي فاتت في فرنسا فيتشي 2023 أبطالنا حصدوا 27 ميدالية بين ذهب وفضة وبرونزية على مستوى الألعاب في دورة الألعاب لذوي الإعاقة في فرنسا. كمان 3 سنين مصر بتستضيفها ضمن 330 بطولة استضفناها من ساعة ما كورونا اجتاحت العالم. أسيبكم مع أبطال مصر. مبروك 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 واهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. صباح الخير. الناس محمد عيد ابو جوده بطل العالم في السباحه، عندي 19 سنه بلعب في نادي الشرق بورسعيد. صباح الخير. أنا علي عبد الله بطل العالم في ألعاب القوة
عندي 22 سنة بلعب في نادي الجزيرة. السنة اللي فاتت لما حضرتك اتصورت معانا وعدناك هنرجع ميداليات كتيرة ورجعنا ب 27 ميدالية، وانا الحمد لله حصلت على الذهبية والفضية والبرونزية ورفعت علم بلدي، وأعود حضرتك بطولة الجاية أرفع علم مصر تاني. أنا كمان كنت في بطولة العالم في شي فرنسا 2023 وجبت 3 ميداليات فضة في لعبة ألعاب القوة. ممكن طلب من حضرتك؟ تحت أمركم. تعرض الألعاب العالمية فيرتوس 2027 تبقى تحت رعاية حضرتك وتشرفها بالحضور، يعني رعاية وحضور حضرتك كمان لحفلة الافتتاح إن شاء الله. ممكن؟ إن شاء الله لو عايش من أهل الدنيا هتشرف وأبقى موجود. دي أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية هنستضيف بطولة عالم خاصة بينا، وأنا الحمد لله فخور بنفسي إن أنا صممت شعار الدورة دي. شكرا يا فخامة الرئيس، أبطال مصر بيحبوك جدا. طب ممكن أجي أتصور مع أبطال مصر؟ تعال يا فخامة الرئيس اتفضل. كل سنة وانتوا بتجروا بتلعبوا ما بقيتوش تتعبوا، شكرا قوي للمكان ده وللي فيه موجودين. كل سنة واحنا نشوفكوا طيبين كلها يتلف ما بنحط نقطة عشان نعرف ان ال
في بصيرة في العصاية البيضة، هي كويسة عشان بتساعدني أمشي. لما المشكلة دي تفضل معايا طول العمر فبفكر بقى أعمل إيه أعمل إيه، بحاول إن أنا أفكر، وصلت إن أنا الحمد لله هشوف بإيدي. بلعب مع القطط، كنت بحس عليها لما تبعد أنا بخليها تيجي عندي بس لو تعالي. فيعني نمت عشان بصراحة هم اللي أكشفوا صحيين الساعة 4 الفجر، وكنت فرحانة إني قابلت الرئيس عبد الفتاح الصراحة. لما أنا نمت كنت غرقت في النوم. لو بنتنا اللي موجودة ديت نامت سيبها سيبها. أيوة سيبها يا سيدي، هي مع ربنا بقى. الرئيس هدول سيبها نايمة. أيوة يا سيدي هي مع ربنا بقى. بعدين صحيت بقى كلمت الرئيس عادي والدنيا تمام. إزاي حضرتك يا فهمت الرئيس؟ إزايك يا حلوة، إزايك يا حلوة. صباح الخير. صباح النور جا. صباح النور على البنور. كنت خاف ليه من وقود رئيس عبد الفتاح السيسي. قلت له حضرتك عندك أحفاد؟ قال لي عندي أحفاد. بقول له إزاي بتقعد معهم إن حضرتك على طول مسنون؟ معرفش يعني لو كان عندي أي حد مش بيشوف لازم نعلمهم الحكاية اللي أنا اتعلمتها بالظبط. إحساسنا بيهم بيقويهم فوق قوتهم. التعايش هو أساس الحياة. صباح الخير فخامة الرئيس، سعيد ومبسوط إن أنا واقف قدام حضرتك النهاردة، ويا رب ما يقطعها عادة لحضرتك ودايماً وسط ولادك. صباح الخير على حضراتكم جميعاً. وصباح الخير أيتها النجمة الأميرة تاليا. صباح النور. إيه الأخبار؟ تاليا أنت كبرت جدا يا تاليا. أنت كبرت جدا بقيتي عروسة خلاص. عايزة تصبحي بقى طبعا على سيادة الرئيس. طبعا. اتفضلي. صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح النور يا جميلة. حضرتك وحشتني جدا. وأنت جدا والله. إيه الأخبار؟ كويس؟ أنا بخير طول ما أنت بخير، وطول ما أنتوا بخير، وطول ما أنتوا راضيين. يا رب اللهم آمين. ها سيبها تتكلم، سيب تاليا تقول. هنقول كلام كتير. قول يا تاليا. ها جاهزة وصحية ولا هتعمليها فيا زي السنة اللي أنا ما بقاش فيا أعصاب؟ طبعاً ما تخافش. أنا صحية الحمد لله، أصل أنت صعبت عليا المرة اللي فاتت. الله يكبر بخاطرك يا شيخة، أهو ده الكلام. فايقة يعني؟ أيوة فايقة. طب أنت بقى فايق يا إبراهيم يا فايق. الله 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 الله. أنت بتقفي عليا بقى كمان، خلاص بقينا نجوم ودمنا خفيف. ماشي يا تاليا، أنت حر. بقول لك إيه يا إبراهيم؟ اتفضلي. أنا عايزة أقول نكتة. نعم؟ أقول نكتة. احنا ما اتفقناش على كده، ده انا لسه بقول النكته. قولي دي توريطه. قولي وضحكينا يا تاليا. خلاص قولي، ده فخامه الرئيس بنفسه بيقول لك قولي، بس قولي نكت من اللي ينفع تتقال. ماشي. ابوس ايدك السكر. ماشي اتفضلي. بيقول لك ليه الهرم الاكبر لونه اصفر؟ ليه؟ من خوفه. حلوه يا تاليا. اقول لك واحده ثانيه؟ الله تاني؟ بس بشرط تطلع احلى من الاولانيه. ماشي يلا. بيقول لك مره ايس كريم وقع من الدور العاشر، عارف قال ايه؟ قال ايه؟ الحسونه. طيب معايز واحده كمان؟ واحده كمان؟ لا كفايه كده، تعالي نتكلم جد شويه بقى. ماشي. عايزين بقى احنا النهارده في قادرون باختلاف، وموجود فخامه الرئيس بنفسه. عايزه تطلبي ايه النهارده من سياده الرئيس؟ حضرتك يا سيادة الرئيس ممكن؟ تحت أمرك. أنا اتفرجت على فيلم كرتون أجنبي وكان معمول بوصف الصوت معمول مخصوص للمكفوفين. ممكن في الأفلام والمسلسلات والكرتون العاديين يتعاملوا بنفس الطريقة دي علشان نعرف نتبسط بيهم إحنا كمان، ممكن؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وزارة الثقافة، وزارة الشباب،
وزارة التضامن، الجامعات المعنية والشركات اللي عندها القدرة ديت، احنا مستعدين، وده أكيد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى هيبقى إن شاء الله هنعملها، إن شاء الله هنعملها إن شاء الله بإذن الله. عايز أقول لحضراتكم الأوديو ديسكريبشن ده أصبح معمول به في كل التطبيقات، وإن شاء الله بإذن الله بتوجيهات فخامة الرئيس يكون موجودة في مصر. عايزة تقولي إيه تاني أيتها الأميرة؟ طبعا عايز أقول لسيادة الرئيس حاجة. اتفضلي. أنا بحب حضرتك جدا، وكنت مبسوطة إن أنا كنت مع حضرتك السنة اللي فاتت ومع حضرتك السنة دي، وشكرا جدا فخامة الرئيس. ده أنا اللي بشكرك يا تاليا. استني يا تاليا، استني. أنا اللي بشكرك، وسعيد قوي إن أنا بشوفك السنة دي بخير، وإنك أنت كبرتي وبتقولي حاجات جميلة وبتعلمينا، ودايما تعلمونا، علمينا يا تاليا وفهمونا، علمونا وفهمونا، فما ما تبخليش يعني. لكن أنا سعيد، وحابقى سعيد أكتر لما أشوفك إن شاء الله. والله يعني دايما يعني بيبقى كل حد لما بيشارك في الحفلة دي فعلا بيكون مبسوط إنه قدام فخامتك يا سيادة الرئيس. ربنا يخليك يا تاليا، وكل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وحضرتك بالصحة والسلامة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. يلا نعمل باي باي كبيرة بقى. باي باي. باي باي يا جميلة. باي باي يا جميلة. باي. مع السلامة يا حلوة. صباح الخير. صباح الخير عليكم. أنا عمر محمد، عندي 21 سنة، كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأنا متحدث الرسمي لذوي الهمم على مستوى جامعة القاهرة. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني الاحتواء، الأمان، السند، الظهر، لمة حبايبك وأهلك وناسك، ورئيس بلدك بيقول أنتوا كنز مصر. إحنا عارفين إن إحنا في فترة صعبة، بس كلنا مع بعض هنقدر نعدي ونوصل البلد دي لبر الأمان. المصريين دول أطيب شعب، يفتح دراعاته ويقول بيتكم مطرحكم نورتونا. النهاردة معانا فنان كبير، فنان بيحب مصر وعاشق ليها، مصري بيعتبره مصري ومن أرضها، كان حاضر معانا في احتفالية قادرون باختلاف النسخة الثانية وكمان النسخة الرابعة، لما طلبنا هو يكون معانا في الحفلة النهاردة رد وقال مصر تؤمر وأنا حاضر. النهاردة معانا الفنان الكبير اللي متشرف إنه هو سفير للقادرون باختلاف، طبعا كلكم عرفتوه، دلوقتي مع الفنان الكبير حسين الجسمي. ترجمة
صباح الخير فخامة الرئيس، صباح الخير الحضور الكريم. شكرا. متعود أغني مش بقول كلمة. فأنا سعيد وفخور أني بين أهلي وناسي، وأني بحضر العيد الجميل هذا، عيد أحبابنا، عيد قادرون باختلاف الخامس. فخامة الرئيس، كل سنة بعد سنة أشوف بعيني التطور والدعم والاهتمام والنجاح لأبطالنا ولأولادنا وبناتنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف، وهذا عمره ما حيكون ولا حيصير إلا بدعم أبوهم في ظهرهم، بجد أبوهم في ظهرهم، وأنا كمان الله يكرمك، واللي خلى مصر كلها تبقى في ظهرهم. وأنا أتشرف كإماراتي مصري أني أكون دايماً في ظهرهم، عشان فخامة الرئيس أجدع ناس هم اللي دايماً بيوقفوا في ظهر بعض. أتمنى أني أكون وصلت الرسالة، وأستسمحك بتقديم فقرة موسيقية بعد إذنكم بعد إذن الحضور. شكراً. بنورك بنورك، الله يكرمك يا رب ويخليكم ويسعدكم. المصري ما يتقلوش لا.
ده انا اللي بشكرك على اولا كلامك الجميل واحاسيسك الجميله. احنا فعلا اخوات حسين بدون شك. اخوات بدون شك صحيح. واحنا انت ما تعرفش اهل الامارات وقد ايه هم حبايبنا يعني. الله يكرمك. وما تعرفش الشيخ محمد ده اخويا وحبيبي يعني. الله يطول في اعمارك. امال ايه. الله يطول في اعمارك. فانت وجودك معانا رساله يعني. الله يكرمك. طبعا متشكر جدا وكلام جميل وربنا دايما نبقى مع بعض في كل خير وفي كل سلام. امين. متشكر جدا. شكرا. Oh,
والآن اسمحوا لنا نتوجه بشكر خاص لكل النجوم اللي شاركوا النهاردة من القلب في احتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة. الرؤية الفنية لاحتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة. فخامة الرئيس، بعد انتهاء حفلنا النهاردة لم يتبقى لنا سوى الاستماع إلى كلمة سيادتكم. الحضور الكريم مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تفضل تفضل تفضل، تعال تفضل. ما انا بس عايز اقول لك. طب بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر 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 حاضر. انا مستنيك مستنيك. يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعالى وانا عايز. شكر جدا. شكرا. حاضر 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 والله اللي انتوا عايزينه. حاضر حاضر. جودي جودي مش كده؟ جودي طبعا فاكرك يا جودي. ازاي الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك؟ انا بخير يا حبيبي. تعالى تعالى. ايه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعالوا 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 جودي. تعال ابراهيم. ابراهيم تعالي 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 تعالي. تعالي اطلعي اطلعي. نعم. انا ابن حضرتك. قادر قول. ينفع اكل عمره؟ اكل عمره. ان شاء الله. حاضر حاضر. وانا كمان. حاضر. وانا ومامتي. حاضر. وانا ومامتي. حاضر. عايز اطلب منك يا ريس. يا ابني تفوت طب كمان. حاضر. حاضر. طب حطهم يعني خليهم قدام مننا هنا. مبسوطين؟ ها؟ اهلا 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 اهلا. تعال هات هات هات. تعال. طب بص كده بقى عشان ما احنا. حاضر شويه. ازي حضرتك يا فخامه الرئيس؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استنيني مع حضرتك النهارده. ده انا اللي سعيد. احنا سعداء جدا. وانا سعيد اكتر جدا يا ريس والله. شكر شكر. انا بحبك جدا جدا. شكر جدا. بحبك جدا جدا جدا. انا عاوز ابقى اذكى واحد فيها ان شاء الله. اذكى واحد ان شاء الله. ان شاء الله. انا بحبك يا فخامه الرئيس. حاضر كويس. انا بحب حضرتك قوي قوي. ان شاء الله اتكلم. اتفضل.
اتفضل حضرتك. طب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا الرحمن الرحيم عشان نبدا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم وسعيد بوجودكم ومتشرف قوي والله باليوم دوت اللي انا زي ما قلت كده هو يوم بنعيش عليه السنه كلها. انا مش مبالغ بالكلام اللي انا بقوله دوت، وانا يمكن قلت واحنا قاعدين كده ان احنا في عالم الحقيقه فيه مش واضحه يعني، ودي حكمه ربنا ان احنا ما بنبقاش شايفين كل حاجه، لكن في يوم تاني هنشوف كل حاجه. واليوم ده طال او اسر الزمان جاي يعني، ويتبقى كل عمل طيب، كل عمل طيب الناس ممكن تعمله لنفسها او لغيرها. واحنا بنعتبر ان اليوم دوت الاحتفال ده فرصه لينا كلنا لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا نشوف عظمه ربنا وقدرته في خلقه، وكمان ان الثمن اللي احنا المفروض نقدمه شكر وتقدير للي احنا فيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان يا ترى احنا هنعمل ايه، هنعمل ايه في اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وبنحتفل بيه. هنزهق، هنتضايق، هنغض الطرف مش هنبص يعني، ملناش دعوه، ولا نتصدى. طب حتى لو كانت يعني ظروفنا مش يعني مش 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 يعني، لكن ممكن بالقلب. واحنا كمان كتر الف خيرك هنعمل مشكله في البيت بقى بعد كده. شكرا. فالمهم انا عايز اقول لكم ان احنا نبقى قلبنا على قلب بعض، ونحاجه على بعض، ونساعد بعض، ونقف على قد ما نقدر يعني، حتى زي ما قلت كده لو بكلمة مع كل اللي احنا بنشوفه ده، ونساهم بكل أمر وكلام وفعل وحتى موارد. ويمكن أنا حطيتها في الترتيب بالكلام بتاعي يعني، لكن عشان كان في واحنا في بنتفرج دلوقتي جت لقطات من يعني من احتفالات سابقه، وكنا سامعين ان اهالينا اللي عندهم اهالينا خايفين. وانا ساعتها قلت ازاي يعني، ده مخاليق ربنا اللي ما بنشوفهاش تحت الارض وفي كل حته، رزقها مكفول وحياتها مكفوله، لان احنا مش احنا اللي نقدر نقول نقدر نعمل ايه. هو عامل ومخلص سبحانه، هو عامل كل شيء وناهيه بقدرته وعظمته. فمحدش يتصور ابدا ان ممكن حد يضيع وهو موجود سبحانه وتعالى. وهو موجود سبحانه وتعالى ما فيش حد بيضيع ابدا. استغفر الله. محدش يتحط جنب اسمه ابدا. كتر خيرك. المهم مش عايز اطول عليكم عشان الاولاد اللي جنبي والبنات دول ما يتعبوش كتير، لكن عايز اقول لكم ما تقلقوش على ده. نعم حاضر حاضر. عايز اطلب من حضرتك طلب. اطلب.
عايز اطلع مع الكابتن ابراهيم فايق. ابراهيم حاضر نطلع معاك. حاضر حاضر. وانا راسي وعدني كل سنه هطلع معاك ان شاء الله. اهلا وسهلا. عايز اقابل لعيبه الاهلي. حاضر حاضر. عليك لعمر حاضر 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 حاضر. نرجع تاني وبقول بس لكم ان مش معنى ان احنا بنقول لا في دور علينا والا ما كانش ربنا هيجازينا خير او يحاسبنا لما نقصر. لا في دور علينا كمجتمع كحكومه كمسؤولين في كل المجالات في دور كبير جدا علينا تجاه كل شيء مش بس تجاه يعني ولادنا وبناتنا القادرون يعني لا ده دور للدوله. وانا هنا يمكن اقول احنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي ان احنا اول انت جاتلك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ اول مره اشوفك بتضحك. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيد مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبره نحطها في الصندوق. ها لا على الهوا كده لا على الهوا عشان تبقى خلاص. نعم. لا 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 انا عارف ان التزاماتك كتير لكن الدكتوره نيفين قاعده تقول فين مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريحي اتفضلي اتفضلي ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا ريس. ربنا يخليك لينا يا ريس. اتفضل يا دكتور مصطفى اتفضل قول. لا يا فندم اللي حضرتك تؤمر بيه اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا اصل انا لو طلبت انا بطلب كتير. انا عايز اطلب من كابتن ابراهيم. حاضر حضرتك تؤمر بيه. حاضر. حضرتك اللي حضرتك تؤمر مليار يا فندم. مليار يا دكتور اللي حضرتك تؤمر بيه. انت خدت مئات المليارات. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق طبعا عشان عوايدهم تبقى تغطي يعني تستخدم. فيبقى قفزه كبيره يعني مش انت اللي ماسك الصندوق ده؟ اي فندم. طب خلاص. ها اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10 حاضر يا فندم. اتفضل دكتور مصطفى. فاتفضل متشكرين متشكرين المحافظ البنك المركزي والدكتور مصطفى والحكومه كده يعني. طيب انا بس عايز اقول لكم ان حكى البرنامج اتكلمنا في النقطه دي اسمحوا لي ان انا القي الضوء عليها شويه عشان يعني تبقى واضحه للناس يعني لان الدكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع راس الحكمه لكن اسمحوا لي ان انا اتكلم عليه برضو مره تانية وبس كمان من منظور تاني يعني لان طبعا دايما رغم انه بيبقى فيه اعلان واضح واحنا بنبقى شفافين معاكم بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجه ما يصحش يعني احنا ما يصحش ان احنا نخدعكم او نقول كلام مش دقيق او كده يعني فلا طبعا اللي الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكه وشكل المشروع اللي احنا بنتكلم فيه بمساحته حتى بالاجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليله القادمه عشان المشروع ده يبقى اكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ده كل ده كلام اتقال بشكل او باخر لكن انا باكده يعني والوقت هو ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا ان احنا واشقائنا في الامارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينه العالميه ديت اللي هي بمعنى مش على قد ان احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه اربعه حتى في الشتاء ولا الصيف لا احنا بنتكلم على حاجه فيها حياه مستمره على مدار السنه بالكامل بانشطه كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لاول مره في مصر لكن اللي انا عايز اقوله باختصار
هو ان البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه. يعني الارقام اللي احنا اعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعه فيه زيه. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات، وعلى راسهم اخويا فخامه رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد، لان هو ده. انا عايز اقول لكم مش سهل ابدا ان حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، انا بتكلم بجد يعني. وده شكل من اشكال يعني المسانده والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانيه ومن غير احراج ولا اي حاجه. انا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، واحنا اشقائنا يعني اشقائنا في الخليج دايما جنب مننا يعني. لكن انا بسجل هنا موقف خاص بالامارات في الموضوع ده، لان كان الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب في مصر، بقاله 4 سنين صعب في مصر، سنتين ازمه كورونا. وطبعا لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني ان احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس انا حبيت انوه عنه. لا طبعا كل اجراء، كل مشكله، كل ازمه بتمر في اي حته بيبقى ليها تاثير علينا، واحنا طبعا يعني ظروفنا مش يعني ظروفنا برضو مش صعبه يعني، عايزين نعمل حاجات كتير وظروفنا مش سيئه. فالمهم فجت كورونا عادت سنتين، ثم بعد كده ابتدينا نقول يعني ان شاء الله خلاص الازمه دي هتعدي ونكمل. جت ازمه الازمه الروسيه، وبعدين واحنا في الازمه الروسيه جت طبعا الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها دلوقتي، واللي نتمنى ان هي تنتهي في اسرع وقت. وهنا برضو لازم اقول لكم ان انا حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن ما امكن على اشقائنا في القطاع غزه. وده كلام مش بس، هي الفكره كلها ان في اوقات الصراع بيبقى في كلام كتير، وفي بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه المطلوب اغاثتهم. لكن المواضيع مش سهله زي ما احنا متصورين، وان يعتقد البعض ان احنا ممكن نقول كلام، وانا قلت الكلمه دي قبل كده، نقول كلام ونكون احنا بنعمل حاجه تانية. لا لا، احنا مش، انا قلت لكم مره قبل كده، احنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وامناء ومخلصين في وقت ما فيش فيه كتير كده يعني. لا نكذب ولا 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 نتآمر ولا لا 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 لا، هنروح من ربنا فين؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، متشكر متشكر. فالمهم انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم. خلوني اقول لكم بس النقطه دي مهمه قوي، لان خلال الاربع شهور اللي فاتوا ولا اكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. احنا ابدا مصر، وانا طب انا قلت الكلام ده قبل كده، والحكومه بتقوله كتير، والوزير الخارجيه بيقوله كتير، لكن احيانا التكرار بيبقى مهم لتاكيد الرساله. مصر ابدا ابدا لم تغلق القطاع، ولكن اسف المنفذ يعني، ولكن احنا عشان نعمل حاجه في اوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا ان ما يحصلش مشكله واحنا بنعمل الاجراء. لك واحنا كمان بنحبكم كلكم، فانا بس حبيت اشير للنقطه ديت. واحنا ان شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار، وتبتدي اغاثه حقيقيه
لأهلنا في القطاع في المجالات المختلفة. فكان لابد أن أنا أقول الكلمتين الصغيرين دول، وأيضا أؤكد أن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله. طولت عليكم بس كنت لازم أبدأ بكده. اللهم لك الحمد. بناتي وأبنائي من ذوي الهمم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أود بداية أن أرحب بأسر أبنائنا من ذوي الهمم، وأكد شعوري الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائنا السنوي الذي أصبح تقليداً مهماً وعلامة سنوية باردة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار، إيماناً بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم. واسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجدداً أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أياً كانت وأجاد الفرص من بين التحديات والمنح، والمنح من قلب المحن، والمنح من قلب المحن. وإننا جميعاً على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. كما لا يفوتني أن أعرب عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير ثقة في أن أبناؤهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم، كل السواعد وكل القدرات. أنا عايز الصورة معك. حاضر حاضر حاضر. وأتقدم كذلك بالشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال التي تتضافر جهودها مع جهود الحكومة في نموذج وطني متكامل ومشرف من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائنا من ذوي الهمم. الحضور الكريم، يواجه عالمنا اليوم وإقليمنا تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعاً تتطلب الوحدة والجلد والثبات. وأؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق، طريق العمل والصبر والتضحية، ثقة منا في قدرات هذا الشعب العظيم واستلهاما لما نراه دائما في أبنائنا من ذوي الهمم من قدرة على تحمل الصعاب والنجاح رغم كل المعوقات. وفي هذا الإطار فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور قانون الخاص بدعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا دلوقتي فيه الرقم اللي اول دولة رئيس قال لنا عليه اللي هم 10 مليار ان شاء الله. ابنائي وبناتي، في ختام كلمتي اود ان اعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم
وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتي البالغة بتواجدي معكم ولقائكم اليوم، متمنياً لكم ولأبنائكم وبناتكم كل التوفيق والنجاح. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم، وبالله العظيم دائماً، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا عشان نتصور في النص، يلا عشان نتصور كلنا مع بعض، يلا هنتصور اهو، يلا يلا تعال تعال يلا عشان ماشي في طريق كلنا ماشيين على أقرب ناس خايفين أهلنا وولادنا وكل بلدنا بإيدنا هيبقوا بخير هتروح والله في يوم هتروح وهتحلى وبكرة نفوق أيوة هتتعدل وهتتبدل تبقى أحسن بكتير هتروح وهتحلى وتبقى تمام وهنضحك على الأيام بس احنا نكون دايما مع بعض المحنة تعدي أوان بإيدينا الدنيا دي تبقى أمان في الأزمة الناس بتبان بكرة تتعدل ونرجع نتقابل على الأيام بس احنا نكون دايما مع بعض المحنة
والآن السلام الوطني. Thank you.